منه لله يا اخي اللي بيأذي الناس يا اخي، منه لله. في صور ايه؟ صور. الحق مين ده؟ استنى ايه ده؟ الحق ده محمد زكريا. ليه كل محاولات فك عمل مؤمن زكريا فشلت؟ وليه أسرة اللاعب أصروا يكتموا على الخبر؟ وأسرار لأول مرة بيكشفها حارس المقابر؟ وإعلاقة كابتن مجدي عبد الغني بالعمل؟ وأول رد من الكابتن على الموضوع؟ أيام ربنا يعينك ويقويك ويرجع لك الكابتن بألف سلامة. عمرك كنت تصدق إن ورا مرض مؤمن زكريا عمل وسحر؟ الحقيقة إن في تربي بابا متوفي من سنين، وعمة التربي ده بقالها فترة بتحلم بأخوها اللي هو أبو التربي. ففي يوم طلبت من التربي إنه يروح يزرع صبارة عند قبر أخوها أبو التربي عشان بقالها فترة بتحلم بيه. وفعلا التربي راح عشان يزرع صبارة عند قبر أبوه والموجود في منطقة البساتين مقابر الإمام الشافعي. لكن المفاجأة إنه وبالصدفة وهو بيحفر لقى كيس أسود فيه أعمال وفي كذا ورقة فلوسكاب كبيرة مكتوب عليها طلاسم وكلام غريب. والصادم هو إن مع العمل ده صورة اللاعب مؤمن زكريا ومكتوب عليها بالأحمر من وراء، وكمان معاها عروسة قماش. صدمة طبعا إننا نتفاجئ بعد سنين التعب دي كلها إن مؤمن زكريا معمول له عمل. بس هتتصدم أكتر لما أقولك إن العمل ده لقاه التربي في حوش مقابر عيلة كابتن مجدي عبد الغني. صدمة كبيرة حصلت للجماهير لما عرفوا إن مؤمن زكريا اللي كان في يوم من الأيام واحد من أعظم اللعيبة المصريين اللي هو فيه ده بسبب عمل. المهم إن التربي ده بلديات مرات مؤمن زكريا، فأول ما شاف اللي شافه ده بلغ أهل مراته وقال لهم اللي حصل. احنا ساعدته خلاص، وانا الراجل قال لي يومين ثلاثه ان شاء الله، قال له الراجل قال اسبوع ان شاء الله، ثلاث من ثلاث ايام الاسبوع ان شاء الله يرجع زي الاول. القرابه وكاميرات ايه ده؟ احنا افترض العمل بقاله زمن، الزمن العمل بقاله زمان، ده حاجات قديمه قوي وعروسه قديمه وصور قديمه. انا ما كانش موجود حاجه، صور صوره الكابتن عليها طلاسم وعروسه عليها صورته بطلاسم بط واوراق عليها طلاسمات وعليها سحر كده، كلام مش مفهوم وفي ارقام ورموز والله هم مش عارف ايه بحق الطلابس، شال الفراق مش عارف ايه، حاجات كده يعني، حاجات بتقري وحاجات لا، او ارقام وحروف كده بس. المنطقه ديت الحومه ديت والخمس ست عشر مدافن دول مقفولين بباب واحد، من ضمنهم مدفن لكابتن مجدي عبد الغني، مدفن العيله. هو في الحوش بتاع كابتن مجدي عبد الغني موجود في المربع دوت، اللي هم خمس ست حشان او عشر حشان كده مقفول عليهم باب واحد. دي لقينا العمل والكابتن مجدي حوشه جوه بس مش اكتر، لكن هو الراجل الراجل مش هيذيع. امي عماله بقى لها اسبوع عماله والنبي يا ابني خالك ازرع له صباره عشان خاطري والنبي، انا بحلم بيك كل يوم. انا رحت بفتح، انا بزرع صباره بالصدفه كده يعني، بفتح بزرع الصباره اتفاجئنا بالقرف ده. واهل مرات مؤمن فورا راحوا المقابر عشان يتاكدوا بنفسهم ولقوا ان الموضوع فعلا حقيقي وان ده فعلا عمل معمول لمؤمن زكريا. وهنا اتفقوا سوا مع التربي انه يفك العمل زي ما بيفك اي عمل بيلاقيه في المقابر، وكمان اتفقوا ان الموضوع محدش يعرفه تماما. وبدأ التربي يفك العمل بطريقته اللي اتعود عليها، لكن مفيش فايدة خالص، وحاول يجرب بطريقة تانية، لكن برضو كل حاجة زي ما هي والكلام المكتوب في العمل زي ما هو ومفيش اي نتيجة. ودي حاجة غريبة جدا لانه متعود دايما انه يفك الاعمال عادي وبتتفك، لكن المرة دي العمل مش راضي يتفك ومهما يحاول مفيش نتيجة. وهنا قرروا انهم يبلغوا مؤمن زكريا نفسه وهو يتصرف. مؤمن على طول خد ابوه واتنين شيوخ وراح بيهم على المقابر، والشيخ حاول يفك العمل. وفي الوقت ده التربي قال للشيخ انه من ساعة ما حاول يفك العمل وهو ظهره وجعه، فالشيخ قال له بينهم وبين بعض ان ده حصل له لانه حاول يفك العمل من غير ما يسمي فتأذى هو كمان. لكن الشيخ قال للتربي انه هيجيله يوم تاني عشان يقرأ عليه قرآن ويعمل اللازم معاه عشان يزيل وجع ظهره. وفضل الشيخ انه ما يقراش حاجة على مؤمن وقتها عشان ما يتعبش هناك، وخاصة انه مسافر السعودية تاني يوم عشان يسلم الكاس للي هيكسب. ولسه للموضوع بقية هنعرفها خلال الايام الجاية.
اما بقى كابتن مجدي عبد الغني فطلع رد على الاتهامات دي وقال ان ده مش حقيقي وانه هاكس وانه ملوش دعوه باي حاجه، وخاصه انه ما زارش مقابر جده اللي لقوا فيها العمل ده من ساعه ما ابوه توفى سنه 84 يعني من 40 سنه. ولما اتسال اموال ما بتروحش هناك ليه قال ان مقابر العيله حاليا في اكتوبر وانه بيزور والدته هناك دايما، وكمان قال انه ليه يعني يعمل عمل لمؤمن زكريا. لكن تعليقات الجماهير كانت في اغلبها هجوميه على كابتن مجدي، ففي اللي قال وانت زعلان ليه كده ولا على راسك بطحه، وحد تاني قال له طالما طلع ونفى بالطريقه دي يبقى، وحد تاني قال انت ليه متوتر وقلقان ومش طبيعي، وحد قال له وانت متوتر ليه، الراجل ما جابش سيرتك، الراجل قال ان العمل قدام مقبرتكم. لكن كان في تعليقات تانية ليها رأي تاني زي اللي قاله ممكن يكون حد عمل كده وحط العمل في المقابر بتاعتك، وحد تاني قال يعني هو لو مجدي اللي عمل كده هيكون ساذج لدرجة انه يدفن العمل في مقابر خاصة بيه او بالعيلة. من الجدير بالذكر ان مؤمن زكريا كان في يوم من الايام افضل لاعب كرة قدم في مصر، وفجأة وبدون مقدمات تعب ومرض بيصاب بيه شخص من بين كل 2 مليون شخص حول العالم، وهو مرض ضمور العضلات. حاول مؤمن زكريا انه يتعالج في اماكن كتير وسافر دول كتير، لكن محدش عارف يعالجه خالص ولا حد يعرف ازاي اتصاب بالمرض ده، ومن بعدها اتحطم مستقبله الكروي وفضل يعاني لسنين طويلة لدرجة انه بقى يبكي على نفسه من اللي حصل له. احنا اصلا كل يومين كده بننزل نقعد شوية هناك وكده، فابن خالي اصلا ترابي. احنا القرفة بتاعتنا في الامام الشافعي البساتين لو تعرفه في القاهرة. ايوه فاحنا كنا قاعدين فمرات خالي قالت ابن خالي اللي هو ترابي ده ما تاخد صبارة تزرعها لخالك، انا بقالي كم يوم بحلم بيه بالله عليك خد من الصبارة اللي موجود ده في القرفة خد صبارة ازرع. فخد جوزي وراح يزرع صبارة، فقعد يفحت عشان يحط الصبارة لقى كيس اسود فيه اعمال، فيه كذا ورقة كبيرة كده زي فلوسكاب مكتوب فيها طلاسم وحاجات كتير جدا، وصورة لمؤمن زكريا، والصورة مكتوب عليها بالاحمر من ورا وعروسة وماشي وحوارات كتير جدا. طبعا احنا الحوش ده يعني اللي لقينا فيه العمل، تتخيل حضرتك اصلا الحوش اللي لقينا فيه العمل ده كان حوش مين؟ حوش كابتن مجدي عبد الغني اصلا، لان احنا التربه بتاعت خالي يعني الحوش ده جنب ده، التربه بتاعتنا جنب الحوش بتاع مجدي عبد الغني، يعني الحوش ده بتاع عيله مجدي عبد الغني. الحوش اللي لقينا فيه العمل تحتيه يعني على بابه العمل، الحوش ده بتاع مجدي عبد الغني. فطبعا ما كنتش اعرف اصلا، انا ماليش في الكوره، فطبعا انا دخلت على الفيديوهات بتاعت مؤمن زكريا عرفت هو مين. المهم ان احنا يعني لينا حد قريبنا صاحب بنت يعني تبقى مصطفى ده ابن خالد تامرات مؤمن، مرات مؤمن من عندنا اصلا من التونسي. فاتصل بيه وقال له احنا لقينا الحوار ده مش عارفه لحد او الاثنين، فاتصلنا بيه فراح قال لنا الكلام ده بجد، قلنا له والله العظيم. ابن خالي بقى جاب ميه قرينا عليها قران ميه وملح وقعدنا حطينا الحاجه فيها، فقعدنا نبوش في الصوره وندعك فيها جامد ولا حاجه في الصوره طلعت، واللون الاحمر موجود زي ما هو، ولا ميه قران ولا ميه وملح بوشت الصوره اصلا. ايوه انا مصوره كل حاجه، حتى ما مؤمن زكريا جه عندنا انا مصوراه. المهم احنا اتفقنا يعني قلنا حرام، احنا فكناه ومش فكناه، وقلنا مش هنجيب سيره لاي تواصل اجتماعي. احنا اتفاجئنا النهارده ان الجرايد قول لنا انت شايف الموضوع ازاي، وهل تصدق ان كابتن مجدي عبد الغني ممكن يكون فعلا هو اللي عمل العمل؟